السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف السابع في درسنا لهذا اليوم، وعنوانه حديث نبوي يتحدث عن حفظ اللسان. سوف نقرأ الحديث الشريف معا ثم نبين المفردات والتراكيب الموجودة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار ما بين المشرق والمغرب. والآن ما معنى الكلمات التالية؟ ما يتبين ما فيها، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما يتبين ما فيها؟ أحسنتم يا سبع، أي لا يدرك ما تؤدي إليه من سوء العاقبة. ما معنى كلمة يهوي؟ أحسنتم، يهوي به أي يسقط به في النار ما بين المشرق والمغرب. والآن يا سابع، من هو راوي الحديث الشريف؟ راوي الحديث الشريف هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هو صحابي محدث وفقيه وحافظ، أسلم في السنة السابعة للهجرة ولزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه مجموعة من الأحاديث الكثيرة، وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي. لسعة حفظ أبي هريرة التف حوله العديد من الصحابة والتابعين من طلبة الحديث النبوي الذين قدر البخاري عددهم بأنهم جاوزوا 800 ممن رووا عن أبي هريرة الأحاديث. اسمه بالكامل هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. دفن في مقبرة البقيع في المدينة المنورة في السعودية. من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده هي اللسان، الذي يبين الإنسان به ما يحب وما يكره، وبه يعبر عن مشاعره ويبث همومه، وهو يعتبر أعظم وسائل الاتصال بالآخرين. من أحسن استخدامه واستغله في مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته كان له نجاة يوم القيامة. ففي هذا الحديث الشريف يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان محاسب عما يصدر عن لسانه، فقد يستعمله في الخير فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وقد يستعمله في الشر فيسخط الله سبحانه وتعالى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين بها ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجملة؟ تدل هذه الجملة على أن العبد قد يتكلم بكلمة واحدة من غير أن يدرك ما نتيجتها أو ما تؤدي إليه ولا يترتب عليها، فتكون سببا لغضب الله سبحانه وتعالى عليه، ومن ثم دخوله بنار جهنم. وما يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. لذلك يجب على الإنسان أن يحافظ على كلامه ويستدرك ما يقول قبل أن يقول، لأن ممكن أن تكون كلمة واحدة تهوي به في النار 70 خريفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ما معنى هذه الجملة، جملة أبعد ما بين المشرق والمغرب؟ أحسنتم، تدل على شدة العذاب الذي يلاقيه من أطلق لسانه بالسوء. والآن سوف نذكر بعضا من الأمثلة على الكلام الحسن وعلى الكلام المحرم وعاقبة كل منهما. أمثلة على الكلام الحسن، من يعطيني يا سابع؟ أحسنت يا بيان، تلاوة القرآن وذكر الله سواء كان تسبيح أو تحميد أو الدعوة بالخير. عاقبة الكلام الحسن هو أحسنت يا ملاك، سببا لرضا الله سبحانه وتعالى علينا. أما الكلام المحرم، من يعطيني مثال على الكلام المحرم؟
أحسنت يا خالد، الكذب والنميمة والسعي بالفتنة بين الناس والتنابز بالألقاب والاستهزاء بالآخرين وسبهم واتهام الناس بالباطل وأيضا شهادة الزور، ما هي عاقبة الكلام المحرم يا سابع؟ أحسنتم، سببا لغضب الله سبحانه وتعالى وبالتالي دخول نار جهنم. طيب، نحن قلنا من الأمثلة على الكلام المحرم الغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب، من يخبرني ما معنى الغيبة؟ أحسنتم، الغيبة من اسمها غيبة أي ذكر الغائب بما يكره، أي أنا أتحدث عن زميلتي التي ليست موجودة بيننا بكلام هي تكرهه عن نفسها، فهذه تسمى غيبة. أما بالنسبة للنميمة يا سابع، أحسنت يا رؤى، النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الفتنة والإفساد والإيقاع بينهم. إذا النميمة هي نقل الكلام بين الناس، فشخص مثلا يخبرني بسر أو بموضوع معين فأذهب وأتحدث به لشخص آخر، فهذا يسمى غيبة نميمة، لأني أوقع الفساد بينهم وأعمل على إيقاع البغضاء والعداوة بين هؤلاء الناس. أما بمعنى التنابز بالألقاب، ما هو التنابز بالألقاب؟ أحسنتم، التنابز بالألقاب هو أن يعير المسلم إنسانا آخر، يعير يعني يعيب عليه ويدعوه بما يكره من الأسماء والصفات، مثلا أقول له يا طويل أو يا قصير أو يا غبي، هذه الألقاب كلها تسمى التنابز بالألقاب، فألقبه بلقب هو يكرهه من الأسماء والصفات. هذه الكلمات أو هذه المجموعة من الكلام يسمى الكلام المحرم، وهو آثم عليه إثما عند الله سبحانه وتعالى، ممكن أن يسبب له غضب الله سبحانه وتعالى وبالتالي يهوي به في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب، بعد أن تعرفنا على الكلام الحسن والكلام المحرم، كيف نحمي أنفسنا أو نقي نفسنا من الوقوع في زلات معاصي اللسان؟ من يخبرني بمجموعة من الأفكار؟ أحسنت يا عبد الله، يشغل لسانه بذكر الله تعالى والقول الحسن، بدل أن يتحدث في الغيبة والنميمة فيشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا أحسنتم، يتحلى بالصبر والأناة عند الغضب، فالإنسان عند الغضب ممكن أن يتفوه بكلام لا يريد أن يتحدث به مثل الشتم وسب الذات الإلهية، وهذه الألفاظ المحرمة شرعا، ممكن الإنسان أن يسب الذات الإلهية فيخرج عن نطاق الإسلام ويكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني ينتج لنا غضب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ممكن لا سمح الله دخول نار جهنم أشد عذابا عند الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. أيضا يجب على الإنسان أن يكون شديد الرقابة على يصدر من لسانه ويتأمل كلامه قبل أن ينطق به. لا سمح الله الإنسان تحدث بالكلام المحرم، فما هي الكفارة على هذا الكلام؟ كيف يكفر عن ذنوبه؟ أحسنتم، أول شيء يجب عليه أن يبادر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار، ويجب عليه أيضا أن يعتذر لمن أخطأ بحقه من الناس. الآن، ما هي النصيحة التي تقدمها لمن يتكلم بالسوء عن الناس؟ أحسنتم، أنصحه بالتوقف عن ذكر الناس بالسوء وأدعوه أن يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا يجب علينا أن نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذناه في هذا الدرس. وهكذا يا سابع نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس، واجبكم الآن هو حل الأسئلة على الدفتر وإرسالها لي على الواتس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.